مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يبحث في اجتماع الحكومة الأسبوعي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة. المرصد السوري يعلن شن غارات جوية روسية مكثفة غربي البلاد، وموسكو لا تستبعد تنسيق ضرباتها في سوريا مع الولايات المتحدة. الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي يحرر محافظة مأرب من الحوثيين بعد السيطرة على آخر معاقلهم بمديرية صرواح. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بالتوقيت جرينتش، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. أهلا بكم. أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، وكذلك القضايا الموضوعة على رأس أولويات الحكومة في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة. ويبحث المجلس خلال الاجتماع تقريرا من البعثة الرسمية للحج ومتابعة لأحوال الحجاج المصريين في ضوء حاجة التدافع بمشعر منى، وتقريرا آخر عن انتظام الدراسة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء اجتماعا آخر للمجموعة الاقتصادية للتدارس بشأن عدد من الملفات الاقتصادية التي تليها الحكومة أهمية قصوى. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أحمد صباح الخير، أهم الملفات المدرجة اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء. بداية صباح الخير زميلتي نجلاء وكل السادة المشاهدين. بالفعل منذ قليل بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر المجلس. من المقرر خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة. يأتي على رأس هذه الملفات الاستعدادات الجارية خلال الفترة القادمة لإجراء الاستحقاق الثالث، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية. كما يناقش أيضا الاجتماع الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأيضا تلقي تقريرا من السادة الوزراء خلال الفترة السابقة، ومتابعة أيضا خطط عمل الوزارات المختلفة. وبالطبع مع نهاية الاجتماع سيكون هناك العديد من القرارات سوف نوفيكم بها، إضافة إلى أن السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كما اعتاد عقد كل اجتماع أن يعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح ما تم تفصيلا خلال الاجتماع وما تناوله الاجتماع في كافة القضايا بشكل مفصل حول كافة القرارات أيضا التي تم اتخاذها وأسباب اتخاذ هذه القرارات. أيضا سوف نتابع معكم أولا بأول ما سوف يسفر عنه هذا الاجتماع خلال اليوم. نعم، مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ارتفاع عدد حالات الوفاة بين المصريين في حادث الجمرات بمنى إلى 148 حالة وفاة. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة عن بداية سحب عينات الحامض النووي من أهالي المفقودين، وأكدت الوزارة أن إجمالي الأسر التي تم أخذ عينات الدم منها قد بلغ 48 أسرة من إجمالي أسر أهالي المفقودين في مستشفيات معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد ومستشفى دار السلام. في غضون ذلك خصصت وزارة الصحة رقمي الخط الساخن 105 و137 لتلقي استفسارات أهالي المفقودين عن أي معلومات تخص إجراءات سحب العينة. قال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار هشام النحاس إن الشركة تواصل تسيير رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن من مطاري جدة والمدينة المنورة. وأضاف أن الشركة ستسير اليوم عدد 15 رحلة جوية تنقل على متنهم 3500 حاج إلى كل من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالأسكندرية، وذلك لعودة الحجاج الفلسطينيين وقرعة محافظات المنوفية والقاهرة وجنوب سيناء والشرقية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت فضلا عن حجاج شركات السياحة والأفراد.
أعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن السلطات المصرية قررت فتح الميناء استثنائيا اليوم من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من الأراضي السعودية عبر مطار القاهرة الدولي في طريق عودتهم إلى قطاع غزة. أضاف المصدر أن السلطات المصرية وافقت على إعادة فتح المعبر اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء وحتى 10 أكتوبر الجاري لعبور الحجاج القادمين من الأراضي السعودية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة. تنظر محكمة النقد اليوم الطعن المقدمة من محمد البلتاجي وصفوة حجازي القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية والمتهمان في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة في ميدان رابع العدوية أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالميدان. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد 20 عاما وكذلك بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين في القضية نفسها. المزيد من المتابعة معنا من دار القضاء العالي نشوى صالح مراسلة أنيل. نشوى كيف تتابعين سير المحاكمة؟ تحياتي الزميلة نجلاء الجعفري ولكل مشاهدي النيل. بالفعل أنا موجودة الآن داخل قاعة المحاكمة المخصصة لنظر النقد المقدم من محامي كل من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وهما بالطبع القياديين في جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى المتهمين الآخرين وهم محمد زناتي وكان يعمل في آنذاك مدير المستشفى الميداني وقت اعتصام رابعة العدوية وكذلك عبد العظيم محمد وأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. كما تعلمين نجلاء وليعلم المشاهد الكريم أن هناك نفسة بس فقط بانورامية عن هذه المحاكمة. هذه المحاكمة قد بدأت أولى جلساتها في سبتمبر من العام 2013 وذلك بعد فضل اعتصامي رابعة والنهضة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية ووجهت للقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين الرئيسيين في هذه القضية تهم احتجاز ضابط شرطة وكذلك معاونه وهو أمين شرطة، حيث كان يقومان بمباشرة عملهما وهو مراقبة مسجد جماعة الإخوان خارج اعتصام رابعة العدوية، وتم احتجاز الضابط ومعاونه وإدخاله قسريا إلى المستشفى الميداني باعتصام رابعة وكذلك تعدي عليه جسديا وتعذيبه. وبالفعل وجهت النيابة العامة للمتهمين الرئيسيين محمد بتاج وصفوت حجازي تهمة احتجاز والشروع في قرارتين الضابط وكذلك معاونه. وبالفعل صدر الحكم في سبتمبر من العام 2014 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد للبلتاجي وكذلك صفوت حجازي لمدة 20 عاما والمتهمين الآخرين لمدة 10 سنوات. ونحن اليوم ننظر أولى جلسات الطعن في هذه القضية وهي مؤجلة لآخر الحكم، الحكم في هذه القضية مؤجل إلى آخر الجلسات هنا في دار القضاء العالي. أشكرك جزيلا نشوى صالح على هذه المتابعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن روسيا يمكن أن تأخذ باقتراحات أمريكية تهدف إلى تنسيق ضرباتها الجوية في سوريا مع غارات الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في هذا البلد. يأتي ذلك بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية روسية مكثفة وقعت اليوم على محافظة حماة ومناطق في محافظة إدلب المجاورة. وأضاف المرصد أن ضربات الجوية الروسية بغرب سوريا تزامنت مع هجوم بري لقوات النظام على مواقع للمعارضة في 4 مواقع. في تصعيد جديد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا شن الطيران الروسي غارة جديدة على مواقع لتنظيم داعش في ريف الرقة الغربي. التلفزيون السوري الرسمي أكد أن الضربات الجوية الروسية تمت بالتعاون مع قوات الجوية السورية ضد أوكار داعش في مدينة تدمر ومحيطها، ما أدى إلى تدمير 20 عربة مصفحة و3 مستودعات للذخيرة و3 منصات للصواريخ. من جانبه حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا من أنها ستخسر الكثير إذا دمرت صداقتها مع أنقرة، وأن صبر تركيا لن يستمر في ظل انتهاك طائرات حربية روسية لمجالها الجوي. روسيا لا تزال هناك. روسيا في الوقت الحالي تشن غارات في سوريا وتنتهك في الوقت نفسه مجالنا الجوي. لن نتهاون مع أمر كهذا. الناتو تبنى نهجا بالغ القوة إزاء ذلك. أي اعتداء على تركيا يعد اعتداء على الناتو.
في غضون ذلك أعلن أمين عام حلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ أن الانتهاكات الروسية للمجال الجوي التركي ليست حادثة عرضية، مؤكدا أن تلك الانتهاكات غير مقبولة وداعيا موسكو إلى تجنب تصعيد التوتر مع دول الحلف. نشر روسيا قوات كبيرة في سوريا أمر يثير قلقا شديدا لدينا. اختراق الطائرات المقاتلة الروسية المجال الجوي التركي أمر غير مقبول. حلفاء الناتو أعربوا عن تضامنهم القوي مع تركيا خلال اجتماعهم الأخير، وأدعو روسيا إلى تجنب تصعيد التوترات مع الحلف، فلابد أن تفض روسيا الاشتباك في نشاطاتها العسكرية في سوريا. من جانبها قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ألنتين مدفينكو إن موسكو ستدرس إمكانية مشاركة قواتها الجوية في العمليات الجوية ضد الإرهاب في العراق في حال تلقي طلب رسمي من بغداد. ونفت مدفينكو أن تكون مشاركة المقاتلات الروسية في العملية الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا إلى تنامي أبعاد الخطر الإرهابي داخل أراضي روسيا نفسها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الأمن القومي وسلامة المواطنين الروس. وفي حين تؤكد روسيا أنها تستهدف تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المجموعات الإرهابية، تشتبه واشنطن وحلفاؤها في سعي روسيا لنجدة النظام السوري الحليف تحت غطاء محاربة الإرهاب. للمزيد مشاهدينا من المتابعة انضم إلينا من العاصمة السورية دمشق لقاء شحادة مراسل أني. اللقاء يعني يصف لنا الوضع الميداني لديك بعد الضربات الروسية الجديدة على مواقع تنظيم داعش الإرهابي. نعم، اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى هناك حوالي 12 غارة من سلاح الجو الروسي على مواقع لداعش. هذه الغارات تركزت حقيقة في المنطقة الشمالية في أرياف حلب حيث محيط مطار كويرس وكذلك مطار الكلية الجوية، إضافة إلى بلدتي حريتان ودير عزي. هذه الغارات استهدفت مقرات عسكرية وغرف عمليات ومعسكرات تدريب وكذلك مستودعات ذخائر وأسلحة ومؤن لتنظيم داعش. في المنطقة الوسطى في مدينة حمص استهدف سلاح الجو الروسي أيضا بالتعاون مع سلاح الجو السوري مناطق تلبيسة والرستن وكذلك محيط حقول جزل وحقول الشعر النفطية. هذه الاستهدافات تبعت بعملية عسكرية برية حيث الاشتباكات لم تزل قائمة بين قوات الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة بعد أن صرح ناطق عسكري سوري أن هذه الغارات أتت أكلها وأضحى بإمكان الجيش السوري البدء بعملية عسكرية في المنطقة في الوسطى، كذلك في أدلب في مناطق معبر النعمان وجبل الزاوية وكذلك في محيط جسر شغور هناك ضربات جوية مركزة لسلاح الجو السوري وسلاح الجو الروسي. في دير الزور شرقا تصدى وحدات من الجيش السوري لهجوم قامت به مجموعات من داعش. هذا الهجوم سبق بمحاولة دخول أو اقتحام 6 مفخخات تم تدميرها عن بعد كما يقول ناطق عسكري سوري هنا في دمشق. الجديد في في الميدان السوري هو إعلان فصائل بحدود 41 فصيل مقاتل على الأرض برعاية أو بمبادرة من تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا. مسألة الجهاد وضد الوجود الروسي والوجود الإيراني في سوريا. الجديد أيضا وفي الساعات الأخيرة أن هناك نشاطا على شبكات التواصل لنشطاء ومدونين مقربين من الأجهزة السورية والسلطات السورية تتوقع عملا بريا في الأيام القادمة، عملا بريا موسعا في المناطق التي تركزت فيها هجومات سلاح الجو السوري والروسي. هذه هي بالمختصر أهم مجريات الميدان السوري وكذلك على الصعيد السياسي. إليك. نعم، مراسل النيل من العاصمة السورية دمشق لقاء شحادة، شكرا جزيلا لك. نجح الجيش الوطني اليمني والمقاومة بدعم من التحالف العربي في تحرير محافظة مأرب من الحوثيين وأنصار علي عبدالله صالح بعد هزيمتهم على جبهة مديرية صرواح آخر معاقلهم في المحافظة، ما دفعهم للفرار شمال اليمن.
يأتي ذلك بينما قتل وجرح العديد من الحوثيين في هجوم للمقاومة الشعبية استهدف نقطة نقيل الإبل غرب تعز. الصراع المستعر في اليمن جعل العديد من المراقبين ينظرون إلى مستقبله بعين حذرة تجعل التنبؤ بمسار الصراع أمرا عسيرا. المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد أعلنت انسحابها من مديرية صرواح التي حررتها من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأكدت مصادر المقاومة أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انسحبتا لإعادة ترتيب صفوفهما. كانت قوات الجيش والمقاومة قد تمكنتا من السيطرة على مديرية صرواح آخر معاقل الميليشيات في محافظة مأرب لتصبح على بعد أقل من 100 كيلومتر من العاصمة صنعاء. نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أكد إصرار حكومته على العمل رغم محاولة اغتياله الفاشلة حتى يعم السلام الدائم ربوع البلاد. بالتزامن شن طيران التحالف العربي غارات استهدفت تجمعا للحوثيين في جبل الأبراج جنوب شرقي مدينة التعز، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها عدن جنوب البلاد، واستهدفت فندقا يستخدم مقرا للحكومة اليمنية وموقعين للتحالف العربي أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وفي تطور آخر قتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي بمسجد في العاصمة اليمنية صنعاء. المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أكدت أن أكثر من 100,000 شخص فروا من اليمن منذ نهاية مارس الماضي، بما يشير إلى تفاقم الصراع الذي لا تبدو في الأفق القريب بوادر تسويته حتى الآن. رجح المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون أن يتم الإعلان اليوم عن حكومة الوفاق في ليبيا، وأضاف أن الصورة الكلية لحكومة وفاق ليبيا باتت إيجابية بالرغم من وجود صعوبة في إرضاء كافة الأطراف في الحوار الوطني. وأوضح ليون خلال مؤتمر صحفي بمدينة السخيرات المغربية أن الفرقاء الذين كانوا يتصارعون في ليبيا اجتمعوا على طاولة الحوار أمس أملا في التواصل. رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القيود التي كانت قد فرضتها على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة على مدار اليومين الماضيين، مع استمرار القيود المفروضة على دخول الرجال المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لوضع كاميرات مراقبة أمنية على الطرق في الضفة الغربية مع وجود غرف مراقبة وقدرات على الرد السريع. حمل أحمد عساف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد الأحداث والعنف في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يأتي نتيجة طبيعية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. كان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أدان التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يريد تصعيدا عسكريا وأمنيا مع إسرائيل. مع الموجة الثائرة التي تشهدها مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، حملة شرسة تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجه ساكني مدينة القدس بشكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص. الشهيدان غسان أبو جمل ومحمد جعبيس اللذان لم ترتح جثمانهما تحت التراب بعد، فوجئ دوهما بقوات الاحتلال تداهم منزليهما، حيث أجبرت جميع أفراد العائلتين على المغادرة قبل تفجير المنزلين. الساعة 5 سمعنا انفجار دوي، انفجار قوي، تفاجأنا بال كما هو الحال بهدم البيت، والبيت الذي تحته وفي تسوية أيضا عضية، جميعها تضررت بالإضافة إلى البيوت القريبة جدا والمجاورة. التوتر لم يقتصر على القدس المحتلة، فقد أعلنت مدينة بيت لحم الإضراب العام حدادا على الشهيد الطفل عبد الرحمن عبيد الله الذي شيع في مسيرة كبيرة تحولت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، وبموازاتها نظمت المسيرات العديدة إحداها اتجهت إلى حاجز قلنديا على مدخل القدس المحتلة وشاركت فيها قيادات سياسية.
الرسالة اليوم رسالة غضب من الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال، ضد جريمة قتل الطفل عبيد الله، جريمة هدم البيوت في القدس، ورسالة بأن الشعب الفلسطيني أدرك أن طريق الخلاص هو عبر المقاومة والكفاح. لن نحصل على كرامتنا إلا بالانتفاضة ضد هذا الاحتلال وضد إجرامه. المواجهات المستمرة التي شملت مدن الخليل ونابلس قادت إلى سقوط العشرات من الجرحى، وهي تزامنت مع اجتماع للقيادة الفلسطينية لتدارس الأوضاع وسبل الرد على ممارسات الاحتلال والمستوطنين، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد للمفاوضات ولكن وفق شروط محددة. أوقفوا الاستيطان وتعالوا إلى المفاوضات، أطلقوا سراح 30 أسير الذين وافقتم أنتم عليهم، وعلى إسرائيل أن تتوقف وأن تقبل اليد الممدودة لها للآن بأننا نريد الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية. هذا وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة عدم الانجرار إلى التصعيد الإسرائيلي وجدد الالتزام بالحل السلمي. بطش الاحتلال ودمويته لم تثن الفلسطينيين عن مواصلة المقاومة والاستعداد لمواجهة رصاص الاحتلال بصدورهم العارية. من أمام حاجز قلنديا العسكري لقناة النيل الفضائية رواء حسونة. منحت جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام إلى الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر بي ماكدونالد، وذلك لأعمالهما حول الجزيئات الأولية التي تعرف بالنيوترينو. وقالت لجنة نوبل السويدية في حيثيات قرارها إن العالمين كفئا لاكتشافهما تذبذبات تظهر أن النيوترينو يتمتع بكتلة تسمح بفهم الآلية الداخلية لتلك المادة ومعرفة أفضل للكون. مناصفة بين الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي آرثر بي ماكدونالد منحت جائزة نوبل للفيزياء لعام 2015، وذلك لاكتشافهما المتعلق بجسيمات النيوترينو. الاكتشاف الذي أبهر لجنة نوبل للفيزياء أوضح أن جزيئات النيوترينو التي تتواجد في الكون أكثر بمليار مرة من جميع مكونات الذرة تتمتع بكتلة على غير المعتقد السائد، وهو الأمر الذي سيفتح معه أفاقا جديدة لفهم الآلية الداخلية الداخلية للمادة ومعرفة أفضل للكون. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل لعام 2015 في الفيزياء لتاكاكي كاجيتا وأرثر بي ماكدونالد، وذلك لاكتشاف تذبذبات النيوترينو التي تظهر أن المادة تتمتع بكتلة. لجنة منح جوائز نوبل أضافت أن الاكتشاف سمح باستنتاج له انعكاسات كبيرة، ومفاده أن النيوترينو التي اعتبرت طويلا مجردة من الكتلة لابد أن تتمتع بكتلة وإن كانت ضعيفة، وصفة الاكتشاف بأنه تاريخي. في هذه اللحظة أكثر من مليار نيوترينو يحيطون بنا في هذه الغرفة والتي على الأرجح تسافر بسرعة الضوء. هذه الجسيمات الأولية هي الأكثر وفرة ثانيا في الكون بعد الفوتونات والتي هي جزيئة الضوء، وكنا نعتقد أن النيوترينو لا تتمتع بكتلة، ولكن هذا الاكتشاف أوضح عكس ذلك، وهو الأمر الذي سيغير نظرتنا تجاه الكون. ومنذ عقود يحير النيوترينو الفيزيائيين، وذلك لتجرده من أي شحنة كهربائية، الأمر الذي يحول دون رصده بسهولة. وبعد الإعلان عن جائزتي نوبل للطب والفيزياء لعام 2015 يتبقى منح جوائز نوبل في الكيمياء والأداب، وذلك في 7 و8 من الشهر الجاري، وتمنح جائزة نوبل للسلام الجمعة المقبلة، على أن يختتم موسم منح جوائز العام الجاري الاثنين المقبل، وذلك بمنح جائزة نوبل للاقتصاد. افتتح معرض بالضفة الغربية يضم صورا فوتوغرافية تجسد واقع مدينة الخليل في عيون أطفالها ويرصد أوجه الحياة المختلفة في المدينة. شارك في المعرض 35 طفلا من أطفال مدينة الخليل الذي تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما. بعيون بريئة وقلوب صافية انطلق نحو 35 طفلا من أطفال الخليل بالضفة الغربية في تجربة مثيرة لتوثيق واقع مدينتهم من خلال صور فوتوغرافية ضمها معرض جديد من نوعه تحت اسم الخليل بعيون أطفالها.
افتتح المعرض الذي يضم 48 صورة للأطفال في معصرة الزيتون بالبلدة القديمة التي أعيد ترميمها حديثا لتصبح أحد معالم المدينة السياحية البارزة. الملفت في الحقيقة كان هو الأحلام البسيطة لهؤلاء الأطفال من خلال الصور اللي هم ماخدينها. يعني ممكن الشخص البروفيشنال أو المصور أو الصحفي يلتقط صورة ببراعة عالية كونها مهنته. المشاركون في المعرض تراوحت أعمارهم بين 8 و14 عاماً. يعلن صوروا الأشياء اللي بتحبوهمش اللي بتكرهوها. صورنا الجيش كيف بيطلع من باب دارنا وبيضربوا الأولاد، وصورنا إنه يوم الجمعة والسبت إنهم كيف بيمنعونا نروح وهم بيلطخوا علينا بالليل الإزاز والحجار. ونظم المعرض من قبل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل والتي وزعت الكاميرات على الأطفال لرصد أوجه الحياة المختلفة في المدينة. يعني يحتم علينا بأن نصون هذا المبنى وأن نحافظ عليه وأن نحافظ على هويتنا الفلسطينية وأن نفتح المجال لجميع الزائرين والسائحين والوافدين إلى البلد القديم للإطلاع عليه. الصور التي شملها المعرض تركز أغلبها على جمال وسحر الطبيعة بمدينة الخليل، بينما ظهرت أخرى لتجسد مرارة الاحتلال وممارساته البغيضة والحزن الذي يكتسي وجوه الفلسطينيين عند مشاهدة قوات الاحتلال الذين يقفون على الحواجز التي تقسم المدينة. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم الأخبار. مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يبحث في اجتماع الحكومة الإسبوعي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة. المرصد السوري يعلن شن غارات جوية روسية مكثفة غربي البلاد، وموسكو لا تستبعد تنسيق ضرباتها بسوريا مع الولايات المتحدة. الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي يحرر محافظة مأرب من الحوثيين بعد السيطرة على آخر معاقلهم في مديرية سرواح. ختام هذه الجولة، إلى اللقاء.